عديد من النساء السودانيات يواجهن مأساة حقيقية مع استمرار تعرضهن لانتهاكات جسدية وجنسية من الجنود المقاتلين، وتم توثيق نحو 400 حالة اغتصاب غير مؤشرات على كثير من الحالات لم يتم الإبلاغ عنها. حقيقة دي صورة مأساوية جدا، وبيعكس فعلا التصرفات غير الأخلاقية وغير الإنسانية وغير الدينية التي تمارسها مجموعات الميليشيا. معظم هذه الحالات هي في سجلت في دارفور في الجنينة وفي ولاية الجزيرة وفي ولاية الخرطوم، وهذه تعكس حجم التردي الأخلاقي الكبير. بدأنا منذ البداية بوضع بروتوكول متكامل لعلاج الضحايا من الاغتصاب. هذا البروتوكول تم فيه تخصيص بعض المستشفيات وبعض المراكز بيلجؤوا لها. الرقم هو يعتبر قمة جبل الجليد، لأنه عادة مثل هذه الحالات يتم التستر عليها من المجتمعات للأسف، ويظل العدد المذكور هو جزء من مجموعة الحالات. في توجيهات للناجيات من هذه العمليات تحت الاغتصاب، لأنهم بيحتاجوا لمجموعة من التدخلات، أحيانا جراحية، وأحيانا تتعلق بإجهاض الجنين، وأحيانا تتعلق بمنع الحمل إذا كان في الأيام الأولى، وأحيانا تتعلق بالدعم النفسي. وأبعد من ذلك، لأنه بعض حالات الاغتصاب في دارفور قد تتسبب وتقود حتى لمشاكل اجتماعية كبيرة جدا، وحالات من الانتحار. تمثل ذلك الخراب وذلك الدمار في خروج أكثر من 120 مستشفى عن الخدمة نتيجة لاتخاذ تلك المستشفيات عبارة عن سكنات عسكرية أو تخريبة أو نهب الأجهزة والمعدات والأثاث الطبي الموجود فيها. تقدر حقيقة الخسائر المباشرة بأكثر من 11 مليار دولار لأصبح في السودان في 12 ولاية تقريبا، زيادة عدة الأوبئة التي انتشرت العام الماضي، وكذلك هجرة عدد كبير جدا من الكوادر الصحية. السودان فيه 18 ألف مريض أورام مسجل، معظم هؤلاء المرضى يتلقون العلاج الإشعاعي والكيميائي أكثر من 60-70% منهم في ولاية الخرطوم وفي ولاية الجزيرة. ولكن للأسف بعد خروج الولايتين من الخدمة أو المؤسسات الرئيسية عن الخدمة، صار هؤلاء المرضى لا يتلقون إلا العلاج الكيميائي في بعض المناطق، ولا يوجد إلا مركز واحد للعلاج الإشعاعي متكامل في الولاية الشمالية. قطر من أول الدول التي أسهمت بجسر جوي، أطلق مؤخرا بالجسر الثاني، أول الدول التي أطلقت جسر جوي في 7 طائرات كانت أسهمت بقدر كبير جدا في الأدوية والمستحلكات الطبية في وقت حرج جدا. في البداية كان فيه الدولة ما زالت في حالة شلل في بدايات الأزمة، ولم تتمكن من شراء الأدوية في البداية، فكانت لتدخلات قطر دور واضح ودعم واضح.